وعلى مشاهدينا الكرام هاتفيا من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني سيد محمد القيق، مرحبا بك. إذا 71 عاما على هذه النكبة، كيف ترى القضية الفلسطينية اليوم مع هذه المتغيرات الطارئة على الساحة الدولية والإقليمية؟ 71 عاما كان الاحتلال يسعى من خلالها أن تصبح القضية الفلسطينية في عداد النسيان، في عداد الابتعاد عن المحور الدولي والإقليمي. رغم هذه السنوات الطويلة ورغم كل المؤامرة التي حيكت ضد القضية الفلسطينية، إلا أن الاحتلال نستطيع القول أنه فشل فشلا ذريعا في أن يصفي القضية الفلسطينية. رغم هذه الحالة الإعلامية لسقطة القرن، رغم الحالة الإعلامية للانقلابات العسكرية في المنطقة، رغم الحالة الإعلامية لأنظمة الدكتاتورية والاستبداد في المنطقة، ورغم الهالة الإعلامية للتجميل والتطبيع والترويض الذي تمارسه القوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين، لأنها فشلت في أن تبعد القضية الفلسطينية عن المحور. الآن 71 عام هذه كفيلة بأن تعيد للذاكرة كيف للحاج والجد والجدة أن هجروا من ديارهم وقراهم من حيفا ويافا وصفد، وها هي الآن حيفا ويافا وصفد تقصف بصواريخ الأحفاد. هذا دلالة على أن القضية الفلسطينية لم تمت، وأن الفلسطيني الجديد الذي أرادوه من خلال مشروع السلام الاقتصادي ومن خلال الترويض والتطبيع، الفلسطيني الجديد الذي أرادوه أن يكون مسلوخا عن قضيته، مسلوخا عن ثقافته، عن مقاومته، عن دينه، عن شعبه، عن وطنه. فإذا بالفلسطيني الجديد يقصف تل أبيب ويدوس ببسطاره جنديا ورأس جندي إسرائيلي في نحل العوز وفي بيت إيل في رام الله في الضفة الغربية وفي نحل العوز في غزة. هذا يعني أن القضية الفلسطينية في القلب، وأنهم رغم كل مؤامراتهم أجبرهم المقاوم الفلسطيني على أن تتصدر الساحة وأن تكون هي من تقرر مسار المنطقة والإقليم. ولكن أنباء تحدثت اليوم عن إصابات بين المتظاهرين في ذكرى النكبة، هذه الانتهاكات الصهيونية مستمرة ولكنها تزايدت أخيرا، إلى ما ترجع تزايد هذه الانتهاكات في المدة الأخيرة؟ الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا أن يخمد صوت الشعب الفلسطيني. ما يربك الاحتلال الإسرائيلي هو عنصرين أساسيين، الأول عنصر المقاومة المسلحة والتي نتحدث عنها من خلال صواريخ المقاومة، طائراتها بدون طيار، الكمائن، عمليات خلف الخطوط البحرية، الضفادع العسكرية، خطف الجنود الآن المأسورين في غزة. هذا المجال يربك الاحتلال ولم يستطع الاحتلال السيطرة عليه، ودلالة ذلك أنه قبل أيام قصف تل أبيب ولم يقم بأي جديد. المحور الثاني هو المحور الشعبي الواسع والمشاركة الشعبية الواسعة. ما أحرج الاحتلال في الساحة الدولية هو عشرات الآلاف من المواطنين يخرجون تذكارا للعودة وتذكارا للنكبة وتذكارا لكل جرائم الاحتلال، وبدأت جرائم الاحتلال من جديد في هذه الأيام تذكر بها كل آذان وعيون العالم. هذا يعني أن الاحتلال خاف من مصدرين، مصدر سلمي شعبي واسع يدعم مصدر عسكري مقاوم. هذا هو خيار كل الشعوب التي تريد أن تتحرر. لن تحرر أغصان الزيتون الأرض، ولن تحرر الشعب، ولن تحرر زراعة الليمون الأرض والشعب، ولن تحرر كتب القدوات وغيرها والأمة المثالية وهذه المهازل الأمة. ما يحررها هو ثباتها ومقاومتها وعزها، غير ذلك ستبقى في ذل وهوان. لكن ألا ترى أن الأجواء مهيئة الآن في الساحة الإقليمية لتنفيذ ما يسمى صفقة القرن في ظل هذا التحيز الكامل للوسيط الأمريكي؟ هل سيكون سلاح المقاومة عاملاً يعني إيجابيا في ظل الحديث عن مفاوضات وحل شامل للقضية ستعلنه واشنطن بعد رمضان المبارك؟ لو كل الأنظمة العربية وافقت على أن تهدي القدس للصهاينة وبقي الشعب الفلسطيني يقول لا، لن تستطيع أن تمرر صفقة القرن، ولو كل الأنظمة العربية بجيوشها قاومت ودافعت ورفضت أن تسلم القدس للصهاينة ووافق الفلسطيني على أن تسلم، ستسلم. لذلك الآن يراهنون على أن هناك أنظمة ديكتاتورية تروج وتعمل على البروباغندا الإعلامية الضخمة بأن كل العالم الآن مع إسرائيل، إسرائيل قوية، إسرائيل لديها خيوط طويلة، وأن الشعب الفلسطيني يجب عليها أن يستسلم. الآن رأس حربة الأمة كلها الشعب الفلسطيني،
المقدسي رأس حربة الفلسطينيين، والفلسطينيين رأس حربة الشعب والأمة العربية والإسلامية. لذلك صفقة القرن لن تمر، وهذه قناعة راسخة لدى كل فلسطيني، لأنها هزلية وأوراقها وعناصرها هزلية، وما هي إلا مستغلة للتوقيت الذي تمر به الأمة من ضعف وثورات مضادة ضد الثورات والرؤية الشعبية الواسعة في الشارع العربي والإسلامي. شكرا جزيلا لك سيد محمد القيق، المحلل السياسي الفلسطيني، حدثنا هاتفيا من الضفة الغربية.